السيد رئيس الجمهورية ياخذ غطاء معناتها محاربة الفساد لتبرير هالإعفاءات هذه، لأنه محاربة الفساد ما تنجمش تكون خارج القانون، وما تنجمش تكون خارج مسارات تأديبية شفافة تتعطى فيها معناتها للقضاة حق الدفاع وحق المواجهة، ومن خلالها هي تتكشف الحقائق ويتحارب الفساد. سيد رئيس الجمهورية يعني يتعامل مع القضاء بأنه يعمل المحاكمات التلفزية ويوجه مباشرة تعليماته للبت في قضايا يعني في قلب الصراع السياسي.